ونشاهد شكو غادي نسكتو واحد الحاجه خليني انا نهضر لا نهضر انا لا نهضر انا لا نهضر انا شوف فاطمة سارة نعسة سكتي وتتخاف من الفيران غادي نمشي ليها وغادي نفيقها نقولها فاطمة سارة فاطمة سارة الفار الفار ونهرب الى ما تضربنيش يا ربي غير ما تضربنيش المهم خوفة عندك فاش كنت تضربني المهم باجي بلاتي بلاتي حنان حنان بلاتي بلاتي نشوفو بعدا واش نعسة دابا غير قولي لي خرجي انا نمشي نخرج انا كنت انا ندوز على الصاي جلسي 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 انت ما شوفي انت راه لبسات لك الباطوفه ديالك ها هو كنت كاين كاع ما توقفي انت تما انا ما تخرجش منه بغي نقتلو انا صاحبتي حنان عافاك لا عطيك السب الزبله يا الزبله شوفي واش كاين فاطمه ولا ما كاينش دقي فيهم ما قول شكون اللي كيف هاد البيت ميتو انا لا غزلا مضو واش انا شوف تافل انت لقطه ما تفلت انا بحق ما يزحق الله واش كاين فاضل كاين الطوبة الله الا عندنا الطوبة الكبيرة الله الا اختي هذاك موراك فاطمة زهرة قصيت لازم نجيب شي كرات بصح نقتلو حبيبي حيت نصوني على فؤاد شلبتي قولي لي هالفار قولي راه الطوبة كاينة بصح على راكي في الدار هرجي 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 هاد الطبلة هادي ها هاد الطبلة هادي ها هزي رجليها وهرجي شوف المشاهدين بعد بلاتي نوريكم ها شوف حنان جابت ما تاكل جابت ما تسوق انا ري اختي ها راك حال وجهك ها والله ما نزل عندو شي طالع من هنا طالع حيت هو اش هو دابا يمشيو يديروا بينا لنا الشكايه راه كيدقوا علينا اجي اختي ما تضربي قسي الارض قسي قسي اعطيو اعطيو نعطيوك كلمة وديال المناظرة ديال المناظرة خزيت عليك والله سعيد دابا نرجع لك هاد التراك ولا ما نرد لك ساعة الخير نرد لك ساعة الخير انت بالضحك انا نوريك عارفه انا عندي مشكل مع الفيران وسراق الزيت دابا شكون اللي غينعس هنا شكون انت غتنعسي في هادي كامله ومن اللي نعسه فيها مال ايوا راه نعسات حدايا حنان ايوا غتحاربي غتحاربي انت وحنان هاد الليله اختي قسمو قسمو راه كل الفيران انا اللي غادي نحب الفار حق الله يفيقني من النعاس الفار فار عندك فار فار باش نعسي نعسي مزيان هي نعسي مزيان حنان غتحضك هي باش نعسي نعسي مزيان راه كاين الفار زعما راه هي غادي تحضيك كنسمع حنان اشنو كاين الفار كاين الفار فار فار نبقى هكا فار فار الطبة الكبيرة تخلعات لبس ما ضربتنيش مركبة الفار معليش هي بعد قلت لي الطبة الكبيرة Thank you.
اننا نوقف لك بهذا الكولون هذا ونشوف كولون الكولون تاع حجمي تولي ديال حجمي تولي. حيدي حيدي عليا حيدي مسكينه. معليش 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 اصلا سخفت انا. والله المشاهد ما كاين لا فار لا والو والله الا لوطيل نقي. اسمحي لنا علي حيت عرفنا تتخاف من الفيران وتتخاف من سميتو داكشي باش درنا لها هاد البراك. عرفتي هي عندها سراق الزيت سراق الزيت ما تنعش في البلاصه فاش كاين. دابا واقفه فوق الناموس يمكن يكون ما قلنا لها شاه ما كاين والو غتبقى واقفه ودايره علينا كي. وسمحوا لنا واخا ما لبسات غير سميتو كانت ناعسه ونوضنا من النعاس. الله يسمح لنا معاك. اي استخسر والو خسرت الهضره والله الا غير سمحوا لي المشاهدين وحق الله ما عرفتش حيت والله الا ما كنحملش الفار وما كنحملش الطوبه. المهم الفار والطوبه وسراق الزيت والدود نشوف فيها هكا ما نقدرش كتخيليه شي وحده اخرى. حق الله غادي نعمروا لها في الشطاسه ونجيبوا لها خطره. انت عاد تشوفي وحق الله دابا ما عجبش عليا نشوف الدود وانا دابا تشوفي وسرق السيت ديالي ان شاء الله في وسط عند فوق هذا الفندقي. عرفتي شعري وحق الله الا كيوقف فاش كنشوف هاد ثلاثه ديال الحوايج زعما الصراحه صراحه الحمي كيبول. شتي كنت جايه ديك البارح للدار عندكم وخرج واحد الطوبه كدا كداش من لاكاف من لاكاف من لاكاف كيخرج من لاكاف. انا دابا الطوموبيل ما كندخلهاش لاكاف حيت كيكونوا الطوبات تما وحق الله. وانا نقول خرجها تلزقه وكاينه طوموبيل تكون نقول كون دابا تدخل ديك الطوبه من التحت لا كنلقاو دابا من التحت لسميتو فين من تحت فين كيفاش من تحت الطوموبيل راه ممكن تدخل في الطوموبيل والله الا بصح. ايه واحد الخطره كنت جايه من الرباط انا ويا من مرات عمي وحده قالت لك ادخل لها الفار في الطوموبيل كلالها الخيوط قالت لك ما خلات فين مشات. دابا انا الطوموبيل ما كندخلهاش للكراج كنت كندخلها ولكن واحد الخطره لقيت الطوبه وبقيت نغوت وخرج عندي العساس وقال لي فاطمه زراج داكشي قلت ليه الطوبه عاد نزل عندي عاد باش جرى على الطوبه عاد باش قال لي ودي ودي من تما ما بقيتش انا كنزل والله الا كتبات برا الشمس حتى ما نعرف شنو الاعصار ولكن ما نزلهاش للكراج باش الطوبه. قلت لك هذيك وجلسات مسكينه كتعاود قالت لك الفار كلا ليا الخيوط كاملين مازال ما عرفتش والخيوط وهذا واحد الخطره واحد الفير صغير دخل ليا من تحت الباب ما عرفتش فين جا عقلت لي مع الجوج لقاتو بنت اختي وقالت لي فاطمه الزهراء عندك الفار في الدار قلت لها ما يمكنش قالت لي عندك الفار انا ما شفتوش كاع مشيت كندق على الجيران في الجوج لا ما قديتش عليها وسير تقولي والله ودقيت على الجيران في الجوج جوج ديال الصباح وكنقول لهم عافاك شكرا لكم راه ثلاثه ونكمل وعندي الفار وحق الله وجاو وقتلوا لي الا ما قتلوش الفار ما قتلوش هرب الفار وداك الولد مسكين داك جاري عارف كيفاش انا دايره مع الفيران وخرج من عندي ودخل لابارتومو ديالو والصباح حتى دار لقاه ويقتلو لقاه وقتلو فين داروا حياة جابو عندك الباب قال لك رزقك وقت الله قال لك انا قلت بلي فاطمه الزهراء غتبقى منوعشة حيت قال لي بصح راه خرج وكنقول لي واش متاكد كيقول لي راه خرج وهذا قال لك باش انت تكوني مرتاحه في دماغك جاب الفار حتى لحدا الباب والصباح فعلا فاش كنت مخرجه البنات للمدرسه وانا نلقى الفار وحاد باش ارتاحيت واخا داك المنظر واخا نقول لكم واحد الحاجه واخا يكون الفار ميت كتبقى تبرش صحتك تبرش صحتك حتى انا كنخاف منه الفوبيا ديالي داكشي ما نقدرش نشوفو كي ميت كيحي ما نقدرش عندي صحه عقلتي فاطمه الزهراء حيت كيكون واحد الخطره دخلت عندنا الطب فين طلعت انا ما نطولش عليكم. المهم برانك داروا عليا ترقبوا ترقبوا واحد البرانك راه حيت درتيه الناس البرانك راه درناه الحياه وراه ما رميتوش ولكن غادي نرميه عقلتي على البرانك اللي درنا لها ديال مشات لينا الخانه لا هذاك البرانك حسات بينا انا حسيت بكم وانا قلت لكم مشات القناه الله يعاونها لا واش حسيتي بينا ولا لا انا ما صافي ما شنو علاش دارت قلبات القناه ولقاتها مازال والله لا لا ما قلبت والله ما قلبت صافي انا مشات القناه ما كايناش في المكتب ترقبوا الفيديو هذا غادي يترمى غدا ان شاء الله والاخر ما عرفتش يترمى نهار الكتاب نهار الكتاب لا ولا نقدروا حتى نرجعوا من فؤاد عاد نرميو هاد البراك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي لكم.